السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي اضيف الفيديو بتاعي للباوربوينت. ممكن اجي هنا وادوس رايت كليك واقول له نيو سلايد. ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز انسرت فيديو، فيبدا يقول لي انت حط الفيديو اللي انت عايزه. زي ما انت شايف في امتدادات كتيره للفيديو، او ان انا اجي على قائمه انسرت واروح لفيديو. انا عندي اختيارين، ذا ديفايس او اونلاين فيديو. ذا ديفايس ببدا اختار فيديو من على الكمبيوتر عندي، وليكن مثلا يكون فيديو مثلا كنت مسجله امبارح ولا حاجة. مثلا دوت، فببدأ احرك الفيديو عشان يملأ الشرائح بتاعتي بالشكل دوت. وفي اي لحظة ممكن ادوس هنا فيبدأ الفيديو يشتغل معايا. ولما ادوس اف 5 F5 يبدأ يظهر معايا. دي أول شريحة. تاني شريحة لازم أدوس عشان يشتغل. طيب أنا مش عايز أخد الخطوة ديت، لأ أنا ممكن وأنا هنا أروح داخل على البلاي باك وأقول له اشتغل أوتوماتيكلي بالشكل ده. بالله في اختيارات هنا، ممكن الصوت تلغي الصوت خالص، تخليه لو ميديوم هاي ميوت، أو تختار لوب لو الفيديو ده صغير ثواني فأنت عايز إن هو يتكرر كتير. عندي بلاي، عندي ديس بوك مارك. طيب الاختيار التاني عشان ما نساهوش، ان انا هاجي في قائمه انسيرت واقول له ان انا اعمل الفيديو ده، انا عايز اونلاين فيديو. يعني اونلاين فيديو يعني هدي له رابط لفيديو موجود على اليوتيوب فيسبوك زي ما انت عايز. كل اللي عليك ان انت هتنسخ الرابط بتاع الفيديو وتحطه هنا وتقول له انسيرت. مثلا ده فيديو اهوت، هعمل عليه سيلكت، هاخد الرابط اللي فوق واقول له هروح على اليوتيوب واقول له اعمل لي انسيرت، فهو بيبدا يحمل الفيديو. خلي بالك هو مش بياخده كوبي بيست، ده هو بيحط الرابط بحيث اول ما تحتاجه ويبدا يبعت للنت لليوتيوب يقول له انا عايز اعرض الفيديو عندي. يعني مش بياخده يخليه في قلب الباوربوينت. يعني لو انت عندكش نت مش هيشتغل معاك، انت كده عامل لينك بس، ان هو اول ما ادوس هنا يبدا هو يبعت للنت ويبدا ياخد الفيديو يبدا يعرضه معايا هنا.